السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد هذه الجولة الخفيفة كنت حابة نصور لكم أكثر، لكن البرد كان قارس جدا جدا. اليوم درجات الحرارة تقريبا ناقص 27. التليفون من شدة البرودة والله العظيم انطفأ البطارية، يعني صارت يعني واحد من 65 إلى 1%، وانطفأ التليفون من شدة البرودة صراحة. اليوم قررت نحضر معكم هذا الشاي الرائع، هو شاي باكستاني الأصل، لكن يعجبني لأنه مكوناته فيها فائدة رائعة، والشاي تكون فيه نكهة قوية لهذه التوابل والبهارات، تنفع في هذا البرد صراحة، تدفئ الجسم وفي نفس الوقت تنفع حتى للناس اللي عندها رشح أو برد أو زكام، لأنه الزنجبيل معروف أنه يعالج البرد والقرفة أيضا. فقررت أنني نشارك معكم هذا الشاي، يمكن تكونوا تعرفوه أو لا، ولكن شاي يعني يدفي الجسم وطعمه رائع جدا الصراحة. غادي نحتاج في هذا الشاي حليب، لازم من الأحسن يكون كامل الدسم يعني، أو عندي هذا، أنا هذا الكريم سأستعمل هو للقهوة، سكر الكمية اللي تفضلوا، عندي هنا ماء مغلي تقريبا نصف لتر، وعندي زنجبيل، قرفة، وكم حبة هيل وقرنفل، والشاي يكون أحمر طبعا ليس الأخضر أو الأسود. هنا كندق يعني تقريبا 6 حبات من الهيل، كنحطها على الماء الذي يغلي، ونفس الشيء بالنسبة للقرنفل، نحاول نكسرها قليلا بالهون يعني لكي تطلع النكهة أكثر، ثم نضيف القرفة والزنجبيل، نغطيهم لأنه لازم نحافظ على المكونات الغذائية اللي موجودة في هذه التوابل. نغطيه تقريبا دقيقتين يغلي فقط، يعني لكي تطلع النكهات كلها في هذا الماء. ثم بعد ذلك غادي نضيف الشاي مثل ما قلت لازم يكون ثقيل، يعني حبتان تقريبا من علبتان أو كيسين من الشاي، ونغطيه خليه يغلي، يعني نشوفوا انه طلع لون الشاي يعني قوي يكون اسود، والنكهات يعني الرائحة رائعة صراحة، القرفة والزنجبيل والهيل والقرنفل يعطي هذا الشاي يعني نكهة رائعة. ثم نضيف كمية الحليب، يعني تحصلوا تحبوا خفيف او ثقيل، والسكر ايضا على حسب الذوق، انا ما كنكثر سكر كثير، وتخليه يعني يغلي شويه، تغيير عن الشاي العادي اللي كنشربوه يعني يوميا صراحه، يدفي في هذا البرد، والنكهه ديالو رائعه. هنا كتقدموه يعني تصفيوه طبعا من الهيل، وانا هذه يعني الابريق ديال القهوه يعني رائع، يساعد انك يصفيها بشكل جميل. هنا رشيت قليل من القرفه، نكهته رائعه جدا جدا، نتمنى تجربوه واكيد غادي يعجبكم، خاصه في هذا الجو البرد، وحتى الناس اللي عندها برد راح يستفيدوا منه صراحه. وفي نفس الوقت انا في نفس اليوم كنت حضرت هذه الرغائف، موجوده عندي الوصفه في القناه، يعني تطلع رائعة جدا الصراحة ولذيذة. وهنا محشوة طبعا بالجبن الأبيض والمعدنوس والبقدونس، نتمنى تجربوها، طريقة رائعة جدا وسهلة، وكان يعني أحسن شيء في هذا البرد مع أي نوع من الحساء، وجبة رائعة ومغذية، والشاي طبعا نتمنى تجربوه، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.